عبر هذه الحدود وفقاً للتقارير الغربية، ينقل المهربون الحشيش من لبنان والكبتاجون من سوريا طبعاً تحت إشراف الفرقة الرابعة وحزب الله. تنقل المخدرات المنتجة على طريق على طول طريق يمتد من وادي البقاع اللبناني وبلدة القصير الحدودية السورية والطرق شمالا عبر مناطق الحاضنة الشعبية للنظام باتجاه ميناءي اللاذقية وطرطوس. مصادر تحدثت عن 15 مصنعا للكبتاجون في سوريا، بعضها ينتج عقارات مهدئة اخرى مثل المصانع الواقعة في منطقة حسياء بين دمشق وحمص، لكن أبرز هذه المصانع مصنع ميديكو في حمص ومعمل منطقة البصة في ريف اللاذقية ومعمل التضامن في ريف دمشق، وجميعها تخضع لإشراف مباشر من الفرقة الرابعة. لكن الأمر لم يعد مقتصرا على الكبتاجون، فالشبكة السورية التي تم إنشاؤها لتهريب الكبتاجون بدأت في نقل مخدرات أكثر خطورة مثل الكريستال ميث بحسب ما نقلت نيويورك تايمز عن مسؤولي أمن إقليميين. الصحيفة نقلت عن جويل ريبيرن المبعوث الأمريكي الخاص لسوريا خلال إدارة ترامب اتهاما صادما يعكس المشهد في سوريا من وجهة نظره. يقول الرجل: الحكومة السورية هي التي تصدر المخدرات حرفياً، إنهم كارتل المخدرات.